وإيمانا من التحالف بأهمية الحوار الوطني، فإنه يدعو كل الأحزاب والقوى السياسية والقبائل ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في هذا الحوار، وعلى جماعة الحوثي والحراك الانفصالي والقاعدة عدم وضع الشروط المسبقة لإجهاض هذه العملية السياسية الهامة، كما أن عليهم نبذ العنف ومنطق القتل وسفك الدماء البريئة لفرض آرائهم ومعتقداتهم بالقوة. فالطريق إلى حل المشكلات هو ترك السلاح واللجوء إلى طاولة الحوار والانخراط في العملية السياسية، حتى لا يضطر الشعب اليمني لمواجهة هؤلاء بنفس منطقهم الدامي. وعلى لجنة الحوار الوطني فتح الباب لمشاركة الجميع دون إقصاء أو استثناء، ما دامت لغة هؤلاء بعيدة عن البارود ولعلعة البنادق.